السلام عليكم. في معركة عسكرية تمتد يد مقاتل لتسحب جثة رفيقه الشهيد، فتنفجر الجثة المفخخة بهما الاثنين في أحد أرياف تعز. وبينما يمد طفل يده للعبة في الشارع إذا بها تنفجر به، ليتضح بعد ذلك أنها لغم حوثي على شكل لعبة أطفال. أما أساليب التعذيب المبتكرة داخل سجون الإنقلابيين فحدث ولا حرج. أساليب وحشية تتفنن فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في التنكيل باليمنيين بوحشية لم يشهد لها المجتمع مثيلة. بالأمس حذر مدير مستشفى الثورة بتعز الدكتور أحمد الدميني، حذر المقاتلين في الجبهات لتوخي الحيطة من الجثث المفخخة، وقال إنهم استقبلوا جريحا من أفراد المقاومة تفجرت به جثة زميله القتيل عندما حاول سحبها. وقال الدميني إن هذا الأسلوب قد تكرر من قبل ووصلت إليهم حالات مماثلة. إذن شعب يمني أمام جماعة نازية تستخدم كل ما توصلت إليه من بشاعة للتنكيل به، الذي كان ذنبه الوحيد أنه أراد حكم نفسه بنفسه. أمام هذه الوحشية الفريدة لميليشيا الإنقلاب يجثم صوت دولي وحقوقي، والأسباب غير معروفة. لماذا هذا الحقد الإمامي على الشعب اليمني؟ ولماذا هذا الصمت الدولي أمام الأساليب الحصرية في التنكيل بالمدنيين؟ وأين دور الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات في إبراز هذه الجرائم الفظيعة؟ مشاهدينا الكرام، سنناقش كل هذه الأسئلة ونحاول أن نجيب عليها في حلقة المساء هذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. في أكتوبر 2014 وجدت جثة الطفل أسامة بدير مفخخة بالألغام في ركام منزل جده الذي فجرته ميليشيا الحوثي في يريم بمحافظة إب. لم تكن تلك البداية في تاريخ وحشية الإمامة ولا الأخيرة في سلوك ميليشيا الحوثي الإجرامية، يقول المدير الفني لمستشفى الثورة. قبل أسبوعين أتانا مصاب من جبهة التشريفات بسبب انفجار لغم عندما حاول هذا المقاتل سحب جثة لأحد الشهداء، وكان اللغم تحت الجثة فانفجر به. يقول أيضا واليوم تكرر الشيء نفسه، وجاء مصاب مبتور من الجبهة الغربية بسبب تلغيم جثة شهيد عندما حاول سحبها. لكن هذا وحده غير كاف بالنسبة لميليشيا تجاوزت الأساليب التقليدية في صناعة الجريمة، فقد لجأت أيضا إلى تفخيخ جثث قتلاها الذين سقطوا في معاركها مع الجيش الوطني بجبهة عسيلان في محافظة شبوة، وتفجيرها في وجه رجال الجيش والمقاومة. تفخيخ الجثث واحدة من الجرائم النوعية والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين. يقول باحثون إنه لم يحدث في تاريخ الحروب أن قام المتحاربون بتفخيخ جثث القتلى لهدف إيقاع مزيد من الضحايا، كما تفعل قوات صالح والحوثي إلا في الحرب العالمية الثانية من قبل النازيين. نازية جديدة إذن يقف اليمنيون شهودا على تفاصيلها القاسية، إذ يلجأ الحوثيون لأساليب مروعة في جرائمهم تندرج بحسب قانونيين في إطار جرائم الإبادة ضد الإنسانية وجرائم الحرب. منها أساليب جديدة في التعذيب الوحشي وصناعة ألغام على شكل ألعاب أطفال أو أحجار وغيرها مما لا يحدث في أشد الحرب مأساوية. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية الأستاذ ياسر المليكي الناشط الحقوقي من تعز، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور، أهلا بك ومشاهدي قناة بلقيس الكرام. أهلا بك أستاذ ياسر. بداية، هل لك أن تضعنا في صورة الانتهاكات الحقوقية التي تطال المدنيين في تعز بشكل عام؟ أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة، وأود بداية أقول أن الثلاث سنوات من عمر الصراع المسلح في محافظة تعز أخذ منها ومن أمنها واستقرارها وبنيتها وحياة سكانها الكثير، ليس أقلها جريمة زراعة الألغام الفردية في التجمعات والأحياء السكانية وعلى الطرقات العامة والسيارات ومركبات النقل. هذه الجريمة التي تنفرد بها جماعة الحوثي وقوات صالح وهي موصومة بها دون غيرها من أطراف الصراع، لها وصمة عار في جبين هذه الجماعة، أي جماعة الحوثي وقوات صالح،
حين تستخدم الألغام سواء منها الفردية أو المضادة للمركبات في طرقات الناس وفي الأحياء السكانية للإضرار بالسكان المدنيين قبل أن تضر بخصومها العسكريين أو المقاتلين. نعم. جريمة زراعة الألغام في مدينة تعز تكاد تكون محافظة تعز هي المدينة الثانية بعد محافظة مارب من حيث حقول الألغام وكمية الألغام المزروعة في قراها في مديرياتها في كل خطوط التماس التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات صالح. محافظة تعز ومنذ 2015 وحتى شهر يوليو من هذا العام سقط فيها أكثر من 213 قتيل بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى 295 جريح كلهم سقطوا بضحايا زراعة الألغام الفردية. هذه الألغام التي جرمتها اتفاقية أوتاوا للعام 1997 صادقت عليها الجمهورية اليمنية في العام 2002. عرضت الحكومة الجمهورية اليمنية على الأمم المتحدة تقريراً بأن حكومة الجمهورية اليمنية تخلصت من كل الألغام، من كل حقول الألغام المزروعة في أراضي الجمهورية اليمنية التي زرعت إبان حقب ممتدة منذ السبعينات وحتى حرب 94 وحتى حروب صعد الستة. الجمهورية اليمنية تقول أنها تخلصت من كل هذه الألغام في العام 2002، لكن المخزون العسكري المخزون الاستراتيجي لهذه الألغام لا يزال يأتي بحصاد المدنيين، لا يزال يقتل كل يوم ويشرد ويدمر. هذه الاتفاقية التي وضعت من أجل حماية السكان كون الألغام يأتي أثرها على المدى القريب والبعيد كونها تخرب تدمر التنمية، تدمر المنشآت السكانية، تضر بالاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد وتأخذ من حياة السكان الكثير، إضافة إلى أنها تصنف من ضمن الأسلحة عشوائية الأثر وكثيرة الضرر، من حيث أنها إذا ما زرعت اليوم فإن نتائجها ستأتي غدا وبعده وبعد عام وهكذا. جماعة الحوثي وقوات صالح ترتكب جريمة حرب حين تقوم بزراعة هذه الألغام، وترتكب جريمة ضد الإنسانية حين تتعمد استهداف المدنيين واستهداف كل ما يمت بحياة السكان المدنيين. صحيح. بصلة بشكل متعمد، بشكل منهجي، بشكل يمثل رعبا للسكان المدنيين سواء في محافظة تعز أو غيرها من المدن والمحافظات اليمنية التي تشهد صراعا مسلحا. محافظة تعز ومنذ 2015 قلت لك أن كثير من مديرياتها تعرضت لهذا السلاح الذي يفتك بالمدنيين. كانت أكثر المديريات تضررا هي مديريات صبر الموادم التي يشمل جزء منها منطقة الضباب التي تكاد تكون مملوءة بحقول الألغام، إضافة إلى مديريات الوازعية وموزع والمخا ومديريات المسراخ وجزء من مديرية جبل حبشي، إضافة إلى مناطق وأحياء. نعم أستاذ ياسر، يعني أصبحت هي العادة الدارجة لميليشيا الحوثي وصالح كلما انسحبوا من مدن أو يعني أخرجوا منها تركوا أماكنهم مزروعة بالألغام. الغريب يعني ابتكار يعني حالة جديدة من الإجرام وهي تفخيخ الجثث، يعني من يجد جثة لأحد المقاتلين، ولن ننسى جثة أسامة بدير في إب إلا وقاموا بتفخيخها بغرض لأنهم متأكدون أنهم أن المقاتلين لن يتركوا جثث زميلهم، فتأخذ من تأخذه بطريقة يعني أكثر ما يقال عنها وحشية. لما تتعمد هذا الشكل من الإجرام؟ يعني لم تكتفي فقط بزراعة الألغام بشكل عام حتى تفخخ أيضا الجثث؟ زراعة الألغام بحد ذاتها توصف بالبشاعة، بل أن المجتمع الدولي عقد كثير من المؤتمرات خلص فيها إلى اتفاقية أسماها اتفاقية أوتاوا بغرض تجريم هذا السلاح الذي يضر ويفتك بالمدنيين. استخدامه من قبل أي جماعة، من قبل أي طرف من أطراف الصراع يدل على بشاعة
تكمن في نفسية هذا الطرف أو ذاك، وهذه البشاعة توصم بها جماعة الحوثي وقوات صالح باستخدامها زراعة الألغام المضادة للأفراد أو المضادة للمركبات الغير التي لم يعد باستطاعتهم التحكم فيها من بعد. هذه الألغام أو ما سمعنا عنه من تفخيخ لجثث مقاتلين أو غيره هو حلقة من حلقات العنف الموجه ضد أطراف الصراع والسكان المدنيين. ودعيني أقول لك أن الألغام المضادة للأفراد سواء كان ضحاياها من السكان المدنيين أو من أطراف الصراع يعتبر زراعتها جريمة مهما كانت الأسباب والمبررات والظروف. لا يجوز استخدامها لأي سبب من الأسباب سواء لاستهداف خصومها العسكريين أو لاستهداف السكان المدنيين. وبالتالي فإن زراعة هذه الألغام في الحقول في المناطق التي تشهد صراعا مسلحا هي جريمة أيضا بحق هؤلاء الذين يعتبرون طرف من أطراف الصراع المسلح. وتفخيخ الجثث بهذه الوحشية كما سمعنا عنه وتناقلته عديد من وسائل الإعلام لهو من بشاعة فاعله ومن النفسية الحاقدة التي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تأتي من نفسية سوية أو يكون مرتكبها لديه جزء من أخلاق الصراع التي نص عليها ديننا الإسلامي، نصت عليها كل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور أحمد الدميني، يعني ليقدم لنا أيضا شهادته في هذا الجانب، وهو المدير الفني لمستشفى الثورة بتعز عبر الهاتف من تعز. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير ومرحبا لمشاهدي قناة بلقيس وأيضا طاقم القناة والضيوف الكرام. أهلا بك معنا. بداية دكتور، يعني ما الذي حدث يوم أمس في مستشفى الثورة بخصوص الجثة المفخخة؟ نعم، بالأمس وصل أحد المصابين وهو مكسور القدمين وأتى من الجبهة الغربية، وحكى لنا أحد المرافقين أن القصة كالتالي: عندما ذهبوا لأخذ جثة أحد الشهداء تفاجأوا بانفجار هذه الجثة، وكما يبدو أنه كان هناك لغم تحت هذه الجثة، وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أو يقال لنا هذه القصة. نعم، كم تكررت مثل هذه الحالة دكتور؟ يعني هل لديكم إحصائية بهذا الجانب؟ طيب، بالبداية أريد أن أتكلم عن الموضوع بشكل عام. نعم تفضل. بالنسبة لموضوع الألغام كما هو معروف دوليا أنها محرمة بكل القوانين الدولية محرمة، فما بالكم أن تكون هذه الألغام مزروعة بمناطق سكنية بحقول ببيوت، حتى هناك أسر دخلت للبيوت وتفاجأوا بوجود ألغام انفجرت بهم. الألغام الفردية محرمة دوليا بمعاهدة أوتاوا عام 97، كانت اليمن من ضمن الدول الموقعة لهذه المعاهدة. المعاهدة هذه تحرم نقل وتحرم أيضا تخزين وتحرم تصنيع وتحرم كل ما يتعلق بتداول هذه الألغام، فما بالكم أن يتم استخدام أشكال لهذه الألغام للتمويه عليها وتنفجر بالأطفال، تنفجر بالنساء، تنفجر حتى بالحيوانات. لا يوجد حتى وزن معين لهذه الألغام لكي لا تنفجر بالأطفال، يعني نتفاجأ أنه تنفجر بأي شيء حي يمر على هذه الألغام. يتراوح عدد الحالات التي تصل للمستشفى أسبوعيا ما بين 5 إلى 10 حالات، وهذا يعني عدد مهول أن يكون العدد بهذه الدرجة. والألغام المزروعة كما تعلمون أنها قد تطول لعشرات السنين، قد تكون في هذه المناطق وقد تكون لها آثار لعشرات السنين، ف50% من هذه الحالات هم من المدنيين أيضا. نعم، إذن يعني دكتور، هذه الألغام الفردية أيضا والألغام التي على شكل أشياء طبيعية، سمعنا أن هناك أيضا تفخيخ لألعاب أطفال لأحجار أيضا، هل وصلتكم مثل هذه الحالات؟ نعم، وصلت لدينا حالات بالذات في الجحملية، كان
هناك قصص ممن وصلوا إلينا للمستشفى، قصص غريبة الحقيقة، وهي تكشف وحشية هذا العدو. العدو يستخدم كل ما أوتي من قذارة لكي يوغل القتل بأبناء تعز، يعني يستخدموا هذه الأشكال من الألعاب، يستخدموا ألغام مثل الأحجار، يستخدموا أيضا الأسلاك، هناك أسلاك تربط ما بين لغمين أو شبكة ألغام بنفس الوقت، يعني لا يضطر الذي يمشي إلى أن يدعس على اللغم، بل حتى وإن مشي بعيدا عنه ينفجر به بسبب هذا السلك. يعني هي محرمة الألغام حتى على المقاتلين داخل المناطق السكنية، تعد الانتهاك حتى لو انفجر بالمقاتلين، فما بالكم على المدنيين أيضا. نعم، طيب يعني تحدث أنت عن هذا الحقد الدكتور، يعني وهذا ملاحظ في كثير من الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي، ومسألة زراعة الألغام لا يعني لا تعكس إلا فعلا على حقد دفين ضد كل ما له علاقة باليمن واليمنيين. لما برأيك هذا التفنن في ابتكار جرائم تنكل بالناس بالمدنيين؟ يعني هل من تفسير لكل هذا الحقد؟ نعم، أود أولا أن أحكي لكم قصة حدثت قبل شهرين. تفضل. في منطقة يقال لها الشقد في صبر، هذه المنطقة تدور فيها معارك منذ بداية الحرب، الشقد في صبر. هذه المنطقة كما تروي لنا المصابة نفسها، قالت أنه قبل شهرين كان هناك معارك في هذه المنطقة منعتهم من الذهاب لخزان المياه الذين كانوا يأتون منه بالماء. في أربعة أيام ظلوا لا يذهبون إلى هذا الخزان، فانقطعت الاشتباكات، فذهبت هذه المرأة لتأتي بالماء من هذا الخزان، فانفجر بها لغم عند الخزان. يعني كان هناك شبكة ألغام محيطة بالخزان الذي يرتوي منه المدنيين سكان هذه القرية الشقد. تمام. نعم. بينما هي مصابة ومبتورة، بترت رجلها طورا عندما داست على اللغم، أتت ابنة عمها أتت لتنقذها، انفجر بها لغم آخر وبترت رجلها، يعني الأولى بترت الرجلين والثانية بترت رجلها. جاء أبو الأولى، والد الأولى، أتى ليسعفها، فصاحت به ألا يقترب من الخزان لأن هناك لغم، فمد إليها بالحبل وقام بسحبها بالحبل. الحالتين هذما موجودتا حاليا في مصر. نعم، وهي اعتقد حالة بدرية، وقد كانت معنا في احدى الحلقات في حديثنا عن الألغام. نعم. اتذكر ذلك. نعم نعم نعم، هاتين الحالتين فقط يكشف الوجه القبيح للميليشيا. الميليشيا لا تستهدف فقط المقاتلين، وانما تستهدف المدنيين يريدون ان ينتقموا من ابناء تعز، ليس فقط في هذه الحرب، يريدون ان يمتد هذا الانتقام لعشرات السنين. يعني هم يعرفون ان المبتور لا يعاني فقط بسبب الاعاقه، يعاني ايضا نفسيا، يكون ايضا اعاله على عائلته، فهذا يكشف الوجه القبيح للميليشيا. صحيح. اذا دكتور، كيف يمكن توادي الوقوع في مثل شباك يعني هذه الجرائم؟ بما تنصح المدنيين، المقاتلين، العسكريين يعني الذين هم في الميدان، يعني بشكل عام كيف ممكن أن يتم تفادي هذا الأمر؟ نعم، بالنسبة لتفادي هذه الألغام، أولا يترتب على قيادة الجيش مسؤولية، وهي تزويد هؤلاء المقاتلين وهذه الألوية والجبهات بالأجهزة التي تكشف هذه الألغام. ثانيا، يتوجب عليهم أن يمنعوا دخول المدنيين وأن يعودوا إلى المناطق التي كانت تحتلها الميليشيا حتى يتم إعلان خلوها من الألغام. تمام. يجب أيضا أن يكون هناك توعية للمدنيين، التوعية للمدنيين غير العسكريين، يكون هناك توعية للمدنيين بأشكال هذه الألغام. هناك أناس حتى الآن لا يعلموا بشكل هذه الألغام وأشكالها، كالألعاب، كالمداكي، كالأحجار، هناك أشكال متنوعة. يجب أن يكون هناك توعية لهذه الأسر التي تعود، وأيضا توعية لبقية الناس. أود أن أولا أتكلم عن المساعدة الطبية أيضا لهؤلاء المصابين. المساعدة الطبية لا تقتصر فقط على العناية الطبية مثل إسعافه جراحيا وبتر رجله وإيقاف النزيف، أيضا يترتب تأهيل نفسي لهؤلاء المصابين. لدينا مشكلة بالتأهيل النفسي لهؤلاء أو إعادة دمجهم في المجتمع،
نعاني أيضا من مشكلة فيما بعد أن هؤلاء الناس لا يوجد لديهم عمل، يجب أن يكون هناك تبني بهذه الفئة من الناس ومعالجتهم وتأهيلهم نفسيا وحركيا، وأيضا دمجهم في المجتمع وإيجاد وظائف لهم لكي يعودوا أسرهم من جديد. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ دكتور أحمد الدميني، المدير الفني لمستشفى الثورة بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ ياسر، سمعت الحديث الدكتور أحمد، يعني وأود منك التعليق على يعني مثل هذه الحكاية التي أوردها، وأيضا مسألة يعني الألغام التي على أشكال جديدة، ألعاب، أحجار، يعني شاهدنا في صورة التقرير أن هناك أحجار يتم يعني زراعة الألغام بداخلها، حقد دفين سواء يعني موجه للمدنيين، للأطفال، للجثث أيضا، رغبة يعني واضحة في أن يموت اليمنيون الأطفال العابرون بهذا الشكل، كيف تعلق على هذه النقطة؟ تنبه المجتمع الدولي باكرا في اتفاقية أوتاوا حينما جرم كل هذه الأشكال وسماها بالشراكة الخداعية، واعتبر أن كل تصنيع للألغام الفردية والشراكة الخداعية وغيرها من الأدوات النبطية تعتبر في حكم الألغام المجرمة والتي لا يجب استخدامها ولا يجب ولا ويحظر التهديد فيها للمدنيين أو حتى للمقاتلين. هذه الأشكال وغيرها من الأدوات والوسائل التي تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح في صراعها المسلح في مدينة في محافظة تعز وغيرها من المحافظات اليمنية التي تشهد صراعا مسلحا، محافظة عدن مثلا، وصلتنا كثير من الحوادث التي زرع فيها مسلحو جماعة الحوثي وقوات صالح الألغام على بوابات المنازل، وحين يأتي رب المنزل أو أحد أفراد المنزل لفتح المنزل ينفجر فيه اللغم مباشرة. كانت هذه الحوادث التي ينفجر فيها الألغام بأرباب الأسر منتشرة وبشكل مخيف في محافظة عدن في العام بعد تحريرها في العام 2015. نعم. في محافظة تعز هناك كثير من الشراكة الخداعية التي تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح، سواء تلك الأشكال الهندسية أو على شكل أحجار أو الألغام المزروعة حتى في المنازل. كنت شاهدا على أو وثقت لغما زرعته جماعة الحوثي في ثلاجة منزلية في أحد المنازل في قرية الصياحي في منطقة الضباب، جاء أحد أفراد الأسرة وفتح تلك الثلاجة وانفجر به اللغم وتطاير اللغم بكامل المنزل، منزل شعبي طبعا. هذه الوسائل وتلك الأساليب التي تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح في صراعها المسلح هو جريمة ترتكبه، وليس هناك مبرر، ولا نعرف هذه النفسية التي يتمتع بها هؤلاء المقاتلين وبموجبها يتجرؤون على زراعة هذه الألغام في مزارع السكان، في الطرقات العامة، في أحياء وقرى سكانية. هناك وسائل أخرى تستخدمها جماعة الحوثي وقوات صالح في زراعة الألغام، هذه الوسيلة تستخدمها في عمليات التهجير، شهدنا ذلك في منطقة في قرية تبيشعة وفي قرية العفيرة مديرية جبل حبشي. كانت جماعة الحوثي وقوات صالح تقوم بزراعة الألغام وتهدد السكان على النزوح وترحلهم قسريا من هذه القرى. شهدنا نعم، اسمح لي أستاذ ياسر يعني أخذ منك تفاصيل النساء نعم أستاذ ياسر يعني أخذ منك تفاصيل بعض هذه الشهادات، ولكن يعني بعد العودة من هذا الفاصل القصير. نحن نسوان رحم الله، نضارب على لقمة العيش، والحوثيين مجرمين، الله لا سترهم ولا سامحهم، هم مليون محاصر وزرعوا لنا الألغام بالطريق اللي من النقزاعي، ولا يدعي تريق ينقضيني ينقضيني يتنقضي، ازترعتو قنبي قرحتو قنبيني، خلصوا وعد صيح منيش ينقضنا.
أي خرجتوني وبنت عمي أجي إلى نديل أنا ما طرح اللغم تحت تفجرت أتعيت إذا تنقبني أجا أحسن تنقبني طرح تحت اللغم. أنا قاكنت الزوج بالعدادة سمعت أجي إتالي ذا الإصابة أنا الرجل معشر ضيلي أنا معوقة الآن إشتي عناية قلبت تقدي أنا إشتي عناية اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه. مرحبا بك مره اخرى استاذ ياسر. وربما يعني الفاصل الذي كان موجودا هو يوضح حكايه احدى يعني الاخوات او اثنتين منهن التي حكى عنهن الدكتور احمد. استاذ ياسر يعني احكي لنا ايضا عن هذه التفاصيل الشهادات التي مررتم بها من زراعه الغام يعني وانت تتحدث عن زراعه لغم في الثلاجه يعني تاكدت تماما ان هؤلاء عباره عن مختلين نفسيين يعني يريدون فقط الموت ولا شيء سواه. نعم عفاف ودليل اللتان ظهرتا في الفاصل الاعلاني كانت احداهما عفاف تحديدا كانت تتجهز لعرسها التي الذي كان سيعقد في خلال الشهر الماضي او في شهر يونيو كانت تستعد لزفافها بشوق ولهفه كما ذكرت ذلك وقابلناها في احد مستشفيات مدينه تعز اضافه الى طيبة محمد مهيوب من قرية الصياح الضباب هي الأخرى عروسة كانت تتجهز لزفافها قبل زفافها بأسبوع تقريبا كانت ترعى الأغنام انفجر بها أحد الألغام الفردية بترت رجلها كان خطيبها وفيا معها عقد عليها ليشكل بذلك أنصع معاني الإنسانية التي تتجلى في سكان هذه المدينة أو المحافظة أثناء الصراع المسلح إضافة إلى حوادث أخرى في منطقة قرية حنة مديرية الوازعية وهي القرية التي كانت لا تشهد صراعا مسلحا أو في شهر أغسطس من العام 2016 انفجر لغم مضاد للمركبات بسيارة جرح وقتل 21 مدنيا بينهم 12 قتيل والبقية جرحى كثير منهم من الأطفال إضافة إلى زكية محمد علي حسن وثلاثة من أولادها قتلوا في منطقة غراب وهي كانت تنتوي الدخول إلى المدينة إضافة إلى ياسمين عبد أحمد غالب ونبيلة غالب وعمر ناجي في منطقة العفيرة كانوا نازحين على متن حافلة يقودها أحد سكان قرية العفيرة انفجر هذا اللغم بالحافلة قتل سائق الحافلة والطفل وجرحت ياسمين ونبيلة هذه الحوادث هي جزء بسيط مما نقابله في مشهد أسبوعي يتكرر في محافظة تعز ضحايا زراعة الألغام الفردية أو المضادة للمركبات حتى الألغام المضادة للمركبات وبموجب اتفاقية أوتاوا هي تعتبر مجرمة ما دامت نعم هذه الألغام المجرمة أستاذ ياسر لا يمكن التحكم فيها عن بعد. نعم يعني جرائم معروف أنها يعني باستخدام يعني ألغام محرمة دوليا لكن بالمقابل لا نجد أي اهتمام دولي من قبل المنظمات من قبل المجتمع الدولي في يعني هذه الانتهاكات التي تطال المدنيين المتضررين من هذه الألغام أعدادهم الكثيرة والمتزايدة يوما بعد يوم. هل يعني هناك تقصير من قبل الراصدين في نقل هذه المعاناة؟ أنا لا أعتقد أن المنظمات أو الناشطين العاملون في محافظة تعز تنقصهم الخبرة أو عدم عرض هذه الأحداث وهؤلاء الضحايا على وسائل الإعلام التي بدورها يجب أن تقوم بنقل هذه الوقائع إلى صناع القرار إلى الحكومة إلى المنظمات الإقليمية. ونحن نتكلم عن ضحايا الألغام لابد أن نشير إلى ثلاث مسؤوليات وهي
مسؤولية جماعة الحوثي وقوات صالح باعتبارها الفاعل الرئيس والذي يتوجب عليها أن تتوقف عن زراعة الألغام في محافظة تعز وغيرها من المدن اليمنية، وأن عليها أن تعي أن هذه الألغام ستصيبها وسيحل السلام يوما ما وسيكون أفرادها أحد ضحايا هذه الألغام. أضف إلى ذلك مسؤولية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هذه المسؤولية التي ألقيت على عاتقها بموجب اتفاقية أوتاوا والذي يجب عليها أن تقوم بتدريب أولا بإدانة هذه الأفعال والنزول إلى المناطق أو المحافظات التي كثرت فيها انتهاكات أو ضحايا الألغام، سواء منها محافظة تعز أو عدن أو مارب أو غيرها من المحافظات اليمنية، على اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأنا هنا أناشد ممثلوها في اليمن ومفوضها في العاصمة صنعاء أن يتواجد هو أو فريق تابع له في محافظة تعز ليرى حجم هذه البشاعة التي ترتكب ضد السكان المدنيين جراء هذه الألغام المزروعة في مزارع السكان، في منازلهم، في طرقاتهم، في وسائل عيشهم. يجب على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تنزل إلى هذه المناطق وتستمع إلى الضحايا وترى حجم الأضرار والفداحة التي أصيب بها السكان المدنيين. اسمح لنا أستاذ ياسر، نحن أيضا أمام مسؤولية. نعم، أعود إليك يعني لرصد كل من يعني تطالهم هذه المسؤولية، بعد أن تنضم معنا أيضا الأستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من عمان. مساء الخير أستاذة إيناس. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك معنا، وبداية كيف تتابعين تفنن الميليشيا في ابتكار أساليب جديدة وحشية للتنكيل بالمدنيين، خاصة في مسألة زراعة الألغام، تفخيخ جثث، تحويلها على أشكال ألعاب، يعني زراعتها تحت الأحجار، أيضا بعض البيوت التي يعني تركها المهجرون تزرع في الثلاجات في أماكن مختلفة من زوايا المنزل، ولا ننسى أيضا تفخيخ برك المياه التي يعتمد عليها السكان عادة لجلب المياه الخاصة بهم. نعم، يعني الميليشيات المسلحة التي تقتل المدنيين عشوائيا وتدمر البنى التحتية بشكل ممنهج، وأيضا تقصف قوارب اللاجئين على السواحل مثل ما رصدنا، يعني هذه الميليشيات التي تفعل كل هذا بغطاء جوي تابع للتحالف العربي، ليس ببعيد عنها أن تقوم بارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الإنسانية. هذه الأشكال التي ذكرتيها، تلغيم الجثث أو الألعاب أو يعني حتى القيام بتعذيب أيضا وحشي للمختطفين، يعني وفي الواقع سواء كانت هذه الانتهاكات تقع على الأحياء أو على الأموات من المدنيين، فموقف القانون الدولي واضح بتجريمها واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحيث يعاقب على كل شخص متورط يثبت أنه قام بهذه الأفعال، إلا أن هذا كل يبقى في إطار التجريم النظري وليس العملي. يعني أولى الخطوات إذا يعني صح القول، أولى الخطوات للكشف عن هذه الانتهاكات والمحاسبة عليها هو فتح تحقيق والسماح للجنة دولية بتقصي المعلومات والحقائق وجمع الشهادات على الأرض، وهذا فعليا ما تمت المطالبة به مرارا وتكرارا من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والتي من بينها المرصد الأورو المتوسطي. اليوم في أولى جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة في جنيف، أيضا شدد مفوض حقوق الإنسان على ضرورة فتح تحقيق في اليمن وفي الجرائم التي تحدث في اليمن، وعدم عرقلة هذه يعني هذا المطلب، لأن له تداعيات ستكون بحق الإنسانية وبحق يعني المنطقة. نعم، لكن هناك يعني في مسألة اللجنة الدولية أستاذة إيناس، هناك مخاوف كثيرة من قبل المدنيين أن تهضم حقوقهم، خاصة وأنها ستكون يعني بيد المجتمع الدولي الذي لم ينصفهم حتى الآن كثير من القضايا، الذي يتجاهل كثير من احتياجاتهم الإنسانية. هل ستأتي اللجنة الدولية ب ما لم تأتي به المجتمع الدولي ممثلا بكثير من منظماته، يعني يمنع أحد يعني مسؤولي الأمم المتحدة من الذهاب لتعز لتقصي الحقائق من قبل الميليشيا؟ هل يمكن أن يسمح لهم أيضا بتعقب ما يقومون به من أفعال كزراعة الألغام وغيرها؟
لابد لهذه اللجنة أن تقوم أو أن يسمح لها بتقصي كافة المعلومات وأيضا التحقيق وجمع الشهادات وأيضا يعني جمع المعلومات من المدنيين وأيضا رصد الأضرار التي لحقت في البنى التحتية وبالأعيان المدنية وبكافة المرافق العامة. يعني وهذه هي المهمة الأساسية المنوطة باللجنة التي نطالب بتشكيلها فعليا. دون هذه اللجنة الدولية التي ستكون يعني لجنة مستقلة غير تابعة لأي طرف، لن يعرف كمية الضرر وكمية الجرائم أو من هو مرتكب الجرائم على الأرض، وستبقى في دائرة المجهول. كما تعلمين هناك يعني التحالف العربي والدول المشاركة في التحالف العربي والتي يعني قصفت عشوائيا أكثر من موقع وباعترافها أيضا قامت بقصف مواقع بالخطأ. هذه الدول كل منها يتذرع ويعني يكون أو يتصرف بغطاء التحالف الدولي بشكل يخلصه أو يجعله متنصل من مسؤولياته اتجاه هذه الجرائم. وهذا الأمر فعليا لا يمكن لنا أن نقول أن مثلا الدولة المعينة هي التي قامت بقصف المدنيين بالخطأ دون أن نكون على أرض الواقع وأن نعلم وأن نرى من فعليا الذي قام بهذه الجرائم حتى يتم إحالته إلى العدالة. يعني أيضا لكن اسمحي لي أستاذة إيناس، يعني هل العالم ينتظر هذه اللجنة الدولية يعني حتى يجرم أو يعني يصدر على الأقل بيانات لأجل ما يحدث؟ يعني نحن نستغرب الصمت الدولي والحقوقي تجاه هذه الجرائم التي يعني ربما تعد سوابق في مجال الإجرام الدولي باستخدام هذه الألغام بالذات. يعني شهدنا تقارير كثيرة لمنظمات دولية محلية ودولية أيضا تحدثت عن الكثير من الانتهاكات التي تحدث، ولكن يعني جانب الألغام يظل هو الجانب ربما الأكثر وضوحا في جرائمه والأقل حظوة وحضورا في بيانات المجتمع الدولي. نعم، يعني في الواقع المجتمع الدولي كما تفضلتي أعطى الضوء الأخضر فعليا لكافة الأطراف في اليمن في مقدمتها التحالف العربي لارتكاب ولكن نقول بأن اللجنة يعني نعم هناك ترصد الانتهاكات في اليمن. هذه اللجنة عن مجلس حقوق الإنسان المتحدة وتكون يعني هذه اللجنة أممية كتلكي مستقلة. فعليا هذه اللجنة وخطورة ما ينتج عنها من تحقيقات تزيد من الحملات المركزة الآن لعد هذه اللجنة. أمر فعليا نجح في شهر مارس ويوليو الماضي والآن كلوبيات وهناك في بعض الدول إحباط. نعم أستاذة إيناس، يعني اعذريني يبدو أن هناك إشكالية واضحة في الصوت من المصدر. عموما شكرا جزيلا لك أستاذة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ ياسر، يعني هل تتوقع أنه بوجود لجنة دولية للتحقيق بهذه الانتهاكات قد ينصف يعني المتضررين من كل هذا العبث الذي يطالهم؟ دعيني بداية أكمل حديثي عن المسؤوليات التي ينبغي أن تقوم بها ثلاث جهات وهي جماعة الحوثي وقوات صالح إضافة إلى المنظمات الدولية وخصوصا منظمة الصليب الأحمر التي وهي أحد المنظمات الملقاة على عاتقها من قبل اتفاقية أوتاوا ولائحتها التنفيذية بالتنسيق مع الجهات والجماعات والدول للتخلص من هذه الألغام وللتحقق من وجودها في أي منطقة من مناطق الصراع. المسؤولية الثالثة وهي مسؤولية الحكومة الشرعية والتي ينبغي عليها أن تقوم بتزويد فرق نزع الألغام في المحافظات اليمنية وخصوصا في محافظة تعز بما تحتاجه من الأدوات والتقنيات وغيرها من الوسائل التي يجب عليها أن توفرها لحماية مواطنيها السكان المدنيين أو الضحايا. مسؤولية حمايتهم هي على السلطات الشرعية والسلطات سلطات الدولة التي ينبغي أن تقوم
بمختلف الوسائل لحماية هؤلاء الضحايا، ومن بين هذه الوسائل هي نزع الألغام وتزويد الفرق بما تحتاجه سواء من معدات أو وسائل أو مرتبات أو غيره من 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 الأدوات. بالنسبة لسؤالك عن اللجنة الدولية أو تناقضها مع اللجنة الوطنية المشكلة من الرئيس هادي، أقول أن اللجنة الدولية لن تكون أحسن حالا من اللجنة الوطنية التي تقوم بأعمالها برغم المعوقات، برغم الإمكانيات الشحيحة، برغم كل هذه الظروف المحيطة بالمحافظات والمناطق اليمنية من صراع وغيره. نعم. اللجنة الوطنية تقوم بدورها ليس على الوجه الذي ينبغي، وهذا ما لا شك فيه. نعم، سأعود إليك أستاذ ياسر. نعم. نعم سأعود إليك أستاذ ياسر، ولكن اسمح لنا أيضا أن ينضم معنا الأستاذ عبد الرحمن غلاب وهو مهندس نزع ألغام من تعز. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء الخير رافي. نعم، بداية أستاذ عبد الرحمن، يعني هل لك أن تطلعنا على مشاهداتكم في الواقع من زراعة ألغام من قبل ميليشيا الحوثي وصالح؟ والله نحن في من خلال عملنا في الجبهة الشرقية في قطاع نزع الألغام مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وجدنا هناك أشكال متعددة وأهداف متعددة. الألغام لم يكتب عليها بلد الصنع، كما أنه لم يكتب عليها تحذير بأنها قد تصيب المدنيين أو الأبرياء. أخذت منا الكثير، أعاقت تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وجدناها مزروعة في كل مكان، لم يستثمر مكانا سواء في المنازل، في أحواش المنازل أو بوابة المنازل، صخفوا العمارات، استخدموا أنواع كثيرة من الألغام والعبوات الناشفة. أعاقوا الشعب وأعاقوا المواطنين عن العودة إلى منازلهم حتى في المناطق المحررة. لوثوا الأرض اليمنية بالألغام الإيرانية كما لوثوا عقول اليمنيين بالصرخة الخبينية. نعم أستاذ عبد الرحمن، يعني ماذا عن الألغام التي أتت على شكل لعب أطفال أو التي يتم زراعتها داخل الأحجار أو الأشجار، هل هي صنع محلي أم خارجي؟ هناك عديد من الأشكال الألغام. هناك النوع المموه بالأوتار والصواعق التي تربط على ذروع الشجر، هناك المزروع في الأرض أو في الحقول، هناك المموه بلون الطبيعة ومصنوع على شكل صخري أشبه بلون الطبيعة أوجي، هناك العبوات المزروعة في في في, في الأماكن في حتى براميل القمامة أو الزبالة، هناك أيضا ما زرع أو تم زراعته في أساسات المنازل. كذلك هناك الألغام التي هي زرعت في الطرقات العامة وعلى دواسات الأقدام وإطارات السيارات. هناك ما هو أخطر من ذلك هو الزراعة العمياء للألغام وتفخيخها أو تدبيلها أو جعلها مزدوجة. هناك إصابات عديدة، أتكلم معكم من منطقة كنت فيها قبل أيام، ثلاثة ألغام مموها أصابت امرأة في العقد الثالث من العمر وقضت عليها، حتى أن قناصهم لم يدع أحدا يقوم بإسعافها على الأقل. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن غلاب مهندس نزع ألغام، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ ياسر. أستاذ ياسر، يعني اليوم بدأت اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، هل تتوقع من أحد أن يوصل معاناة هؤلاء الذين يتضرروا من زراعة الألغام المحرمة دوليا؟ هذه المعاناة يجب أن توصلها السلطات اليمنية بأي وسيلة تريدها أو بأي وسيلة يمكنها من ذلك، سواء إلى مجلس حقوق الإنسان أو المنظمات الدولية أو إلى صناع القرار في العالم أو الدول الراعية لحقوق الإنسان في العالم. مسؤولية السلطة اليمنية في أن توصل أصوات هؤلاء الضحايا، أن توصل معاناتهم، أن توصل كل ما يتعرضون له من قبل جماعة الحوثي وقوات صالح، وخصوصا في الجزئية التي نتكلم عنها في هذه الحلقة وهي زراعة الألغام الفردية أو المضادة للمركبات بطريقة عشوائية في حقول مملوءة في مزارع السكان دون أن يكون هناك خرائط، دون أن يكون هناك أي إرشادات أو إشارات أو علامات تبين أن هذه الحقول أو هذه المناطق مزروعة بالألغام. مسؤولية الحكومة اليمنية
أن توصل هذه المعاناة إلى المجلس حقوق الإنسان كما هي مسؤولية اللجنة الوطنية للتحقيق، مسؤوليتها نعم، نتمنى أن يوصلوا هذه الرسائل أيضا للأسف الشديد في النزول إلى كافة المناطق اليمنية. الوقت أستاذ ياسر، شكرا جزيلا لك. الناشط الحقوقي ياسر المليكي كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.